السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. أنا بغيت نشارك معكم البارح السبت كيفاش دوزت النهار ديالي. المهم أول حاجة درتها بديت بلا مارش، شحال هادي كنت وقفتها واحد المدة. راه كنت كنشارك معكم كل شيء في لي فيديو. ممكن اخر فيديو كنت شاركته معكم كان شي اكثر من شي 20 يوم هادي قبل ما يدير عمي العمليه. صافي من نهار دخل الطبيب وكل شيء صافي، ما عاودناش يعني خرجنا، ما تمشينا ما والو. والخدمه وليت كنمشي في الطوموبيل هكذا باش ما نعياش، باش نجي للدار عاود عندي بزاف ما يدار. هادشي كلشي كنت شاركته معكم. صافي والله العظيم الا الصحه ديالي تاثرت هاد المده كلها اللي ما كنتش كندير فيها لا مارش. دوزت تقريبا شي 10 ايام هكذا، كل 12 يوم من بعد بديت كنحس بلا طونسيون كتطلع لي. المهم كنعبر كنلقى 14 10 13 تسعود هكذا، المهم ما بين هاد جوج ديال معدلات ديال الطونسيون. المهم يعني راها طالعه. صافي قلت ضروري خصني نرجع، درت فيا الحماس وقلت ضروري خصني نرجع نتمشى. صافي البارح بديت وهذا النهار ان شاء الله، وكانت من هذه المده كلها اللي باقه، هذه المده يعني كلها ان شاء الله اللي جايه زعما غادي نواظب ان شاء الله على رياضه المشي. على الاقل واحد مره كل نهار ولا نهار ايه نهار لا، المهم على حسب الظروف. وصافي المهم شاركت معكم داك اللقطه الاولى فاش خرجنا تمشينا انا وزوج ديالي. المهم ما صورت ما حتى شي حاجه، حتى كنا راجعين صورت لكم ديك البلاصه، ديك الفيرما ديال الشرايبي معروفه هنا في طريق صفرو. صافي من بعد ملي رجعت للدار دوشت وجدت الفطيار، فطرنا. المهم فطرنا شي شويه معطلين. صافي من بعد دست كنوجد الغدا هنايا امي مطو، كنوجد الغدا والعشاء بجوج الا لاحظتو، كنوجد الحريره ان شاء الله العشاء. والغدا درت لهم هكذايا بطاطا فريت بهالطريقه هذه، راه جات زوينه رائعه، غير جربوها. خديت البطاطا قشرتها قطعتها هكذايا، من بعد درتها في هذه الكاسرونه ودرت عليها الماء غليان، يعني الماء طايب، خليو داك الغلاي حتى يطلق السبوله عاد ضيفوا على البطاطا. وسديت عليها درت لها واحد الغلاقه ديال البرمه، وشديت عليها وخليتها عرفتو واحد شي ربع ساعه هكذاك حتى برد داك الماء. ومن بعد صفيتها عاد غندوز نقليها. هنا وجدت هاد السلطه المنعشه اللي كتجي زوينه بصراحه بالخس وبالليمون، وزدت عليها حتى الفكوس، كندير معها شويه ديال سنيده وصافي. صافي وجدتها. وكنت كنا جبنا هنايا الحوت الشرن، انا من محبي هاد النوع ديال السمك، كيعجبني بزاف المذاق ديالو كيجي رائع. غادي نقليه بطبيعه الحال، ما غاديش نقول لكم زعما درت شي حاجه ماكله صحيه ولا، راكو عارفين الحوت هاد النوع هذا ما كيصلح له من غير القلي. الا درته في الفران كيجي ناشف، ما غاديش يعجبنا بزاف. المهم كنديروه مره مره وصافي. هنا دست كنقلي الفريت، عرفتوا جا رائع بهالطريقه هذه، غير جربوها وردوا عليا الخبر. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم مره مره يديروا الفريت وبهالطريقه هذه، والله العظيم الا زوينه. حتى انا كنت شفت واحد الاخت هي اللي بارطاجات هاد الفكره هذه، الله يرحم ليها الوالدين، والله العظيم الا ملي جربتها انا شحال كنت كنسلقو واحد 5 دقائق في الماء غليان، هو لا يعني غديرو غير داك الماء غليان وخليوه بلا ما ديروه لا يطيب لا حتى شي حاجه، ومن بعد صفيه وخليه ينشف وديروه يتقلى. ما كيجيش شارب الزيت وكتجي نيت الفريت كيجي زوين. وهنا درت هذيك البطاطا البيضاء، حيت هاد المره تقديت البطاطا جبت خلطت جبت من البيضاء والحمراء، انا كتعجبني هاد البطاطا البيضاء في الفريت كتجي زوينه. صافي هنا قليت الفريت، ومن بعد هذاك الحوت ديالي شرملته درت له العطريه عاديه، شويه ديال الخرقوم شويه ديال الابزار شويه ديال الكمون ومليحه. هنايا خديت واحد الحوته خليتها لعمي بلا يعني بلا ملح بلا والو، والحوت ديالنا انا ضفت له الملحه وقطعته على جوج طريفات باش كيجي هكا مختلف ويجي باين اللي فيه الملحه على الاخر اللي مسوس. انا كنشارك معكم الفريت كيفاش جا. هنا ما خليتش الصوت بصراحه الفيديو كامل، راكو عارفين كنكون كنصور كيكون صداع الهضره والطياب وداك الاخر، ما كنبغيش الفيديو يجي هكذا يم فيه الصداع. صافي زولت الصوت. هنايا شاركت معكم هذا الشرن ديالي من بعد ما شرملته، هذا الشرن الابيض هذه راه كيلو كيبان لكم قليل حيت الحبات شي شويه كبار، كيعجبني هذا الشرن اللي كيكون غليظ.
صافي وقليته حتى هو بنفس الطريقة في الزيت وصافي، يعني ما ماشي دائما كنقليو الحوت مرة مرة. آخر مرة كنت شاركت معكم السردين هكذا في على شكل طويجين، يعني هذا كيجي صحي اكثر. كاين بزاف الطرق، المهم ولكن الطريقه المعتمده ديال المغاربه كاملين هاد الحوت مقلي هو احسن احسن ما كاين صراحه، كيعجبنا ما فيها باس مره مره بهذه الطريقه. ملي كنقطعو على جوج طريفات كيجي زوين، كيجي رائع الحوت بهذه الطريقه هذه، عوض ما تخليو يعني الحبه كامله هكذا قصينه. جربوا يعني تقسموها هكا على جوج، كيجي واحد المذاق مختلف. صافي ومن بعد وجدت هكذا درت واحد شليضه سريعه، خديت هذيك مطيشه، جبت هذه المره مطيشه حبات ديالها صغير ورينا عرفتو لذيذه وبنينه بزاف. درت بها حتى الحريره، جات بها الحريره رائعه. دابا تشوفوا اللويين ديالها كيفاش جا، قطعتها هكا على اربعه، كل حبه كنقطعها على اربعه، وداك الفكوس حتى هو قطعته على اربعه. صافي هنا وجدت الماكله لعمي كما كتشوفوا، درت له هاد المهم ورا ما كياكل شنو كلا، كلا غير ديك شليضه ديال الليمون وهذا والخس كتعجبو، كلا شويه من ديك مطيشه والفكوس وشويه من الفريت، وهذيك الحوته راه كلا منها وقيله غير ربع ولا ما كاملش، ما كيقدرش مسكين يسرط، ما كيقدرش ياكل بحال هكا شي حاجه. المهم الحاجه اللي عجباتو البارح راه شرب الحريره، كدوز له الحريره الرايب هكذا، الا كان شويه ديال السيكوك الجبن كياكلو هكذا بالمعلقه، الا كان شي شويه ديال الخبز مع زبيده بلديه كتعجبو. صافي هذا هو الغدا ديالنا، حطيته بهذه الطريقه هذه وصافي. صراحه كنت باغي نوجد لهم شي تكتوكه هكذا ولا شي صوصي دوزو بها، وفي الاخر عييت والله العظيم الا عييت بالوقوف في الكوزينه. صافي وكنت هنايا عجنت، راه ما شاركتش معاكم العجينه وشنو درت وفاش خبزت الخبز، ما شاركتش معكم الصراحه. صافي وهنايا كنت قبل الغدا كنت وجدت الحريره، راكم عارفين الطريقه ديالي، كنت ديجا شاركت معكم هذه الطريقه، كندير كل شيء في الكوكوط، هاد الحبات ديال المطيشه والبصله، من بعد ما طابوا زولتهم من الطنجره وهذا طحنتهم هكذايا وصفيتهم. شفتوا اللون ديالها كيفاش جا، ديك مطيشه راه ما دايره لا مطيشه هاد الحك لا والو، عرفتوا اللون رائع، شفتوا اللون الطبيعي ديال الحريره بهذيك المطيشه والمذاق يا سلام، جات زوينه. درت فيها واحد طريفات ديال الشحمه ديال الكلوه كانوا عندي في المجمد، كيضيفوا عليها واحد اللمسه زوينه على الحريره، ما درت فيها لا لحم لا دجاج لا حتى شي حاجه، درت غير دوك ديك الطريفات الشحمه. عرفتوا ما نقول لكمش كي جات ديك الحريره، جات واعره، جات زوينه بزاف. هنايا دورتها بالمحمصه، قلت نغير شي شويه. المهم هنايا نصبتها كلها مسوسه، ما درتش فيها الملحه حتى طابت وجدات ودورتها وكل شيء. صافي خديت لعمي تما واحد تقريبا واحد زلافه ونص، حيت عارفه ما غاديش ياكل بزاف، ولا جوج زلايف يمكن، تقريبا جوج زلايف في واحد الكاسرول، وعاد ضفت لنا حنايا المليحه وخليتها كطبخ واحد شويه. المهم صافي من بعد ما صورت معكم والو، من بعد ما حطينا العشاء، المهم صورت معكم غير النتيجه في الاخير كيفاش جات الحريره، جات زوينه بزاف، جات رائعه. حتى حنا كنا توحشناها شحال هادي ما شربناهاش، واقيلا من مور رمضان درتها مره واحده من مور ما خرج رمضان. المهم الحريره كتبغي مطيشه تكون طريه، الربيع حتى هو كان عندي طري، وعاد جبت داك الكرافس كنت قضيت غير ما شاركتش معكم التقضيه، جبت الكرافس حتى هو طري تبارك الله، كل شيء يعني كان طري، وجاتو جات زوينه بزاف الحريره، واحد الريحه ديال الكرافس عاطيه عرفتو احسن ما يمكن الانسان يوجد زعما العشاء مره مره ماشي دائما. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كالعاده تدعموني في القناه وتشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وشكرا للناس اللي كيدعموني وكيشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاخوان ديالهم، لهلا يخطيكم عليا، مع السلامه.